هل احتفل أبو بكر؟ هل احتفل عمر؟ هل احتفل عثمان؟ هل احتفل علي؟ هل احتفلت عائشة وحفصة وزينب؟ هل احتفل أبو حنيفة؟ هل احتفل الشافعي ومالك؟ هل احتفل أحمد؟ لم يحتفلوا، ولا يوجد، وأقولها بتحد، لا يوجد حرف واحد مأثور عن سلف هذه الأمة أنهم قد احتفلوا بهذه المناسبة المبتدعة. متى ظهرت؟ ظهرت في القرن الثالث في زمن الدولة الفاطمية الخبيثة، الدولة العبيدية الخبيثة التي ترجع إلى عبيد الله بن ميمون ابن ديصان، هذا الخبيث الذي كان يهوديا ربيبا عند مجوسي. فماذا تنتظرون من رجل أسس دولة هو يهودي وأبوه يهودي، وهو كان ربيبا أي تربى في بيت زوج أمه وكان مجوسيا؟ هذا الإناء النتن بماذا ينضح؟ أينضح بالخير؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمد. فلذلك عندما جاءوا إلى مصر، هذا البلد العريق الشامخ، قلعة الإسلام، وتوطنوا هناك في الدولة العبيدية نسبة إلى الفاطمية زورا وبهتانا، وفاطمة بريئة من هؤلاء الأخباث براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فعندما وجدوا النصارى يحتفلون بعيد المسيح فابتدعوا هذه البدع على قرار ما كانوا يحتفلون، وتوارثها الناس سلف خلفا عن سلف إلى يومنا هذا. هذه بدعة منكرة، لأن تحديدها مختلف فيه، وربي تبارك وتعالى قد فصل لنا الآيات وبينها في كتابه الكريم. ليس هناك إجماع عباد الله بين المؤمنين بين العلماء على تحديد يوم مولده، اختلفوا إلى أكثر من 10 أقوال كما ذكرها ابن كثير وغيره. قيل في 2 من ربيع الأول، قيل في 4 من ربيع الأول، قيل في 8 من ربيع الأول، قيل في 10 من ربيع الأول، قيل في 12 من ربيع الأول، قيل في رمضان. هل يجعل ربنا مناسبة ويرتب عليها عبادة وتقربا إليه ويجعلها مختلفة بين عباده؟ أنا اختلف في تحديد يوم عاشوراء الذي رتب الله عليه فضل صيامه؟ أنا اختلف في تحديد يوم عرفة؟ أنا اختلف في تحديد 10 الأواخر من رمضان؟ أنا اختلف في تحديد 10 الأوائل من ذي الحجة؟ فهذا مما يبين بطلان هذه المناسبة المحدثة.